بكم في برنامج تونس السياسية على قناة أمة وأمة التونسية بالنسبة للفيسبوك. اليوم نستضيف مترشح للانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا لمجلس نواب الشعب في تونس سي ياسين العياري. ياسين العياري معروف لدى الكثير وهو ناشط يعني بلوغر بلغة الشباب ومدون معروف جدا بمواقفه وبكل المواقف التي يتخذها والتصريحات. ويعني هناك أسئلة كثيرة تطرح أولا على أفكاره السياسية التي ليست واضحة للجميع، انتماءاته غير معروفة، فنريد أن نوضح هذه النقاط. نريد أن نعرف لماذا ترشح إلى هذا المنصب السياسي، لماذا يريد أن يمثل التونسيين في ألمانيا وهو مقيم في فرنسا. يعني سوف نعطيه بعض المعلومات كذلك التي استقيناها من خصومه السياسيين، ولكن نحن في الحقيقة سعداء لاستضافته في هذا البرنامج ونرحب به. عسلامة سياسيين ومرحبا بك. بارك الله فيكم على الاستضافة، شكرا جزيلا، حي المشاهدين الكل وانا ذمتكم سيدي. يعيشك بارك الله فيك. الشيء اللي يعجب حتى من تدوينات وأنك ديما كأخلاق التونسي الدمث، ما تحصلش في ردود الفعل، تقعد ديما متزن، وهذا اللي يتابعوا فيك يلاحظوه ويشوفوه. ما نجموش نتكلموا على ياسين العياري بدون ما نترحموا على والده الشهيد الذي سقط بعد الثورة، وكلكم عرفتم ذلك، ووقع تكريمه تيتخ بوستيوم من طرف الرئيس في ذلك الوقت سيد المنصف المرزوقي، وبدأ يبرز الناشط السياسي في تلك الفترة ياسين العياري. ياسين العياري، شنية الأسباب اللي خلاتك اليوم وانت مهندس في حماية المعلوماتية يعني سيكيورتي انفورماتيك باش تدخل في المعمعة بتاع السياسة وتخرج من حالة المدون اللي يعطي أفكار ويأثر بتدويناته باش تصبح طرف في السياسة وتفقد التأثير؟ لأنه لما تكون مدون بدون مصلحة سياسية أو مسؤولية سياسية يستمع لك الجميع، لكن لما تصبح طرف سياسي يستمع لك فقط من يساندك. اسمح لي الساعة بتوضيح بعض الأمور. تفضل. أنا لم أبرز على الساحة السياسية لما توفى الوالد، هذا مش صحيح. أنا مثلا مترشح الانتخابات التشريعية ضد حزب بن علي في 2009، يعني هذا قبل سنوات من وفاة الوالد. انهار العمار وسيب صالح اللي كانت خدت صدى كبير على الانترنت، وكانت أول مرة مواطن تونسي مش حزب ولا جمعية يحاول ينظم مظاهرة في تونس، مش على غزة أو العراق، لا على تونس، وصار فيها مسار. كانت والد حي، يعني ما كانش ظهوري توفى الوالد. احنا راهو سياسيين يلزمك تعرف اللي نستفز باستعمال ما يقال ضدك. عادي جدا عادي جدا. فمهم نوضح النقطه هذه، مهم جدا. حاجه اخرى، علاش دخلت التدوين وعلاش دخلت البلوجينج وعلاش دخلت نكتب على الفيسبوك؟ الهدف هو الفعل السياسي. يعني البلوجينج والانترنت ليست هدف في حد ذاتها، هي وسيله، وسيلة الفعل السياسي. وهذه كانت نقطة خلاف كبيرة جدا بيني وبين مجموعة من المدونين خدمت معهم في فترة معينة. يعني كان بالنسبة لهم الانترنت هي الهدف، لموا لجام نحكي في بعضنا نكبروا الحكاية فقط. عندي أنا كان لا، كانت فقط وسيلة استعمال. بالضبط. نعم. استعمال السياسي. يعني أنا مش مر من مدون إلى سياسي، لا، أنا من الأول عندي أفكار سياسية، لم أجد طريقة أخرى لتمريرها إلا التدوين. اليوم ثم طريقة أخرى. كنتوا يعني تنظلوا لأنه كنتوا تتعداوا على طريق بروكسي وتتعداوا يعني لأنه كانت أيام عصيبة. بربي أنا شديت منكم واحد واللي هو أنت. تفضل سيدي. كان فما برشا ما يقال عن المدونين، هم بطبيعة الحال قاموا بدور كبير جدا حتى في الثورة نفسها. وإن كنت أنا شخصيا ممن يعتبرون وأن الثورة هي نتاج لنضال 20 و30 سنة لكل المناضلين السياسيين، والمدونون هم من أعطوا الشرارة. فهناك من يقول وأنه فما بعض المدونين اللي تم استقطابهم من أمريكا وجلبهم لأمريكا وتدريبهم. صحيح الكلام هذا ولا إشاعات؟ والله شوف، أي. أنا سمعته مثلك، في جري من الصحة. نعم. فنسمي الامور بمسميات، هذول اللي عرفني ما نلبسش قندوات. فوالا. نسمي اللي خلينا نتكلموا من القلب للقلب. لا ما غير ما توصي. لما نعد في نهار العمار
بعض المدونين قالوا لنا ماشي نحكيو نتقابلوا غدوه. قولي لا علاش؟ قولي ماشي نسافر امريكا. ايش تعملوا سفرت امريكا؟ قولي ناخذ في دروس نتاع جورناليزم. قلت لهم خميس الخياطي وفلان وفلتان تاع دروس تاع جورناليزم هذا شنو الحكايه؟ ما عيطوليش لا ما عيطوليش وكان عيطولي ما نمشيش. طول احكي لك فكرني في وسط الحوار على حكايه اخرى صارت لي شخصيا مع امريكا. هذا اعلمه. اعلم مثلا اللي ثم برشا مدونين خدموا مع فريدم هاوس. ايوه. باهي هذا وهم لا يستحون من ذلك واسمائهم موجوده على الانترنت ما يكتبوها واحد. يقروا بذلك اصلا يعني. باهي. لكن هذا ليس حال الجميع، يعني في كما في كل حاجه ثم الناس اللي تخدم مع السفاره مع ما هو التوضيح مهم حتى لا يقع حشر من لا يستحق في موضوع أكيد. يعني أكيد. هم هم راهو شوف اللي دخل في الدائره هذه لا يستحي. يعني نعم. تلقاه باسمه لقبه على الموقع نتاع الجمعيه اللي تعمل معاها ولا مع السفاره تلقاه بتصويرته يضحك واضح يعني. لكن وين ثم سوء النيه؟ ثم بالذات حط الناس كل فرد في نفس في نفس القف وهذا خطير. نعم. وهذا مصحيح. شنية الدوافع؟ نرجع للسؤال الاول اللي خلاتك باش تترشح اليوم وتدخل في عراك سياسي وفي المعمعة السياسية مباشرة وليس فقط في معركة الافكار. باي. هدف السياسة هي تغيير الواقع. أحسن طريقة تغيير الواقع تغيير الحال، تغيير الواقع المعاش، يعني الواقع. نعم. السياسي واقع جميع الناس، هي الوصول إلى الدولة بطريقة أو بأخرى، أن تكون فاعلا. بالضبط. الهدف متاعي هو تغيير الواقع. لما كان عندي كان صفحة فيسبوك حاولت تغيير الواقع برفع درجة الوعي عبر هذه الصفحة. اليوم عندي إمكانية ومارست نفس الدور تغيير الواقع عبر طريقه اخرى، فدقيت الباب بدون تردد. يعني جو سوي دون لا كونتينيتي نتاع اش بديت نعمل فيه من 2007 يعني 2008 من 2009. وكما قلت لك انا رشحت في 2009 ضد حزب بن علي وصارت فضيحه، يعني ما اكتبه على نهارين هذوكم تاع الترشح، يعني يكتب كتاب. يعني اللي يقولوا اللي انت ما برزت كان بعد استشهاد الوالد هذا يعني ظلم. ممكن هم عرفوني وقتها. ايوه. وهذا معروف لاني انا حتى نعم. اليوم 14 جان في 2011 الصفحه الشخصيه نتاعي نتاع الفيسبوك تدخل كما بروكسي. سياسيين فما برشا كانوا حاسبين لك قريب، لست نهضاوي لكن قريب من النهضه. وفما اللي يقولوا لا ما عندوش علاقه بالنهضه، هو قريب من مؤتمر من حزب المؤتمر. يعني ماك تعرف الناس ما دام ما حطوش واحد في خانه يقعدوا النهار الكل يلوجوا عليه. شنو هي التيكه بتاعك عايشك؟ انا جميع التيكات ممكن خديتها. اي باهي مبروك. يعني من 2007 اللي هنيوك. عايشك اللي قال علي كيفاش بدأت مع النقابين الراديكاليين، ومن بعد هذا القوش الخايب، ومن بعد هذا نهضاوي، ومن بعد هذا سلفي جهادي جمله. كيفاش نجم تقرب ما بين يساري استئصالي ونهضاوي؟ بالله لانه ثم رغبه في سهوله، ياخذ لك موقف معين. أيوة. يشوف مصلحه شكون يصب ويحط لك الاتيكيت هذيك. يعني لما تدافع الحقيقه شكون لما تدافع على حق المتدين تولي نهضاوي. أيوة. لما تدافع على حق الزوالي يحط لك يساري. بالضبط. في حين انه ما هم ما ثماش اختلاف ندافع على الحقوق، يعني مش في كاز واحده، لا كل ما ثم ظلم انا ادافع عليه بغض النظر على شنو اتجاهاتك السياسيه. يعني يساري ليبرالي يسار اجتماعي، لكن اليسار اللي عدو الفقر مش عدو هويه الناس. نعم. في هذا في كلمتين اللي عنده حساسيه كبيره لمساله السياده الوطنيه. هذا اليسار مش يساري اللي... عندك حساسيه على كل ما هو دين حتى لا يعني من تطبيق الدين العادي يعني مثل لا 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 لا. ما نشوفه اليوم حاليا بتصريحات رهيبه. يعني انا كان شفت مواقف اليسار ننتمي له انا يدافع على حق المتدينين مهما كان والاقصى درجه. وحتى علاش قلت لك وصلوا حطوني حتى سلفي جهادي رغم اني انتمي لليسار الاجتماعي. نعم. لانه في الامور هذه واضح وقاطع وما البسش دندوات ولا اريد ان اعجب. يعني في حق في كل ما هو هويه المواطن، في كل ما هو دينه، في كل ما هو عادات وتقاليد، وفي كل في كل في ترك في تركيبته النفسيه انا لا ارغب في تغييرها او في تبديلها. انا اعرف المواطن التونسي اللي يحب يمشي للجامع من حقه ما سكروش الجامع، اللي تحب تعمل حجاب تعمل حجاب، ممكن تدافع عليهم انت قيدك لا ما لا يحب يمشي حوس يمشي حوس. بالضبط. نعم هذه هي الحريه. بالله في شخص انا تحدث معها هو من المهنه قلت له سوف أستضيف ياسين العياري فقال لي هذاك يحب يولي ديبوتي خطر عنده قضية في تونس باش ياخذ الحصانة. بالله نحب نحي النقطة هذه نفسروها بكل وضوح ونتجاوزه حتى لأنه الناس قاعدة تروج في حاجات معقول. نعم. الحصانة هي نتيجة وليست هدف.
يعني لما ترشحت كانت عندي أسباب واضحة للترشح، يعني نعمل في الشيء هذا ومترشح حتى قبل ما عندي قضية وما عندي حتى علاقة بالقضية. الحصانة كانت تصير ستكون نتيجة، معناها مش هدف، وزيد عندك أن سكوب سيدي. الحصانة كان خديتها ستسمح لي أن ندخل تونس من غير ما نتسلسل، على ما يصيرليش كما اللي فاتت من مطار الحبس. لكن كل قضية سأدعى عليها سأتنازل وطور على الحصانة وتفضل القضايا أخو مجرح، ما عنديش مش نخاف. أنا أعلم أن كل القضايا حتى دي سياسية بوليتيك، وكيفاش عاملين لي سيبوا القضية تمشي بس من المطار من بعد الحبس. الثورة يعني رجعنا لنفس البراتيك يعني بالضبط. بالله كيفاش يعني انت اللي يعني ناشط ومناضل وفي عهد بن علي وبعد بن علي وعايشت الفترتين عن كثب يعني وكنت من الداخل، ما يألمكش وأنك بعد ما ثورة وحرية نسيروا نفس يعني حليمة ترجع لعاداتها القديمة؟ والله فات من ألمني أدماني. بن علي خيرني بين الحبس أو المنفى، فخرجت من تونس مطرد في أوت 2010. أنا اخترت المنفى، هذم لم يكونوا حتى بكرم بن علي، ما عطونيش الخيار، فرضوا علي السجن ثم المنفى. ولما نقول هذا مش كون شو من الأطياف السياسية؟ الحاكمون ليحكم. ليحكم مش كون يحكم اليوم بالله؟ بي. هذا موضوع. ما هو هذا سؤال مهم بي. جدا. هذا موضوع. يعني أنت باش تحب تغير الواقع. أي. لما إنسان يحب يغير الواقع من ضمن عناصر الواقع هو الحاكم. أي. فالحاكم من هو الحاكم اليوم؟ لأنه هناك من يختفي. هو أي. يحكم ويقول لا يحكم. نعرف الحاكم اليوم تتوزع معنا دمه بين القبائل، عنا الشيخين، عنا كمال طيف، عنا وزارة الداخلية، عنا لوبيات، يعني معروف هو يطول الشرح. نعم. لكن مهم لأنه البلاد تئن من أكيد. هذا أكيد وأنا ندفع. نعم. في النتيجة اليوم يعني هذا يطلب حسة مش خرجنا ممكن على الموضوع نعمل له قاعدة أخرى كانت تحب على. حاضر حاضر. فبالنسبة للحاكمين هاني قلت لك أنا نعرفش كان عندك النهضة فكرة على تسمع لها خطابين، خطاب من جهة ما يشتحكم مسكينة ومن جهة عندها وزراء وقاعدة تزيد في عدد الوزراء. لا لا الحكم هذه جزء من الحكم هذا التنفيذي على الأقل. أنا اللي يهمني في مشكلتي مع سياسات حركة النهضة هي التشريعي، يعني الناس قدمة طلبة الثقة على برنامج معين ورؤية معين ورينهم اليوم هم مش في يعني لو توافقوا لما فيه خير البلاد والله صح، لكن يتوافقون ويتبعون للإفلات من العقاب للتغطية على التعذيب لضرب كل اللي ربحناه في 35 ثورة. فهذا يعني يا خيبة المسعى إذا كلامك صحيح اللي نسمع فيه، يعني أنت تونسي وعايش معنا الوضع. أنا لا أتم نسبل عليهم لا على غيرهم، يعني الوضع مؤسف فعلا لما تشوف نواب الإنسان يتقدم إلى الناس يطلب ثقة علاش لينوب هؤلاء الناس، يعني شنو خدمة النائب؟ ما نجموش نحطوا 11 مليون تونسي يعطيوا رأيهم ولا يختاروا شي يحبوا معروف. نعم. يختاروا هذه هي الديمقراطية التمثيلية، يختاروا ناس باش يدافعوا على مصالحهم. لما تلقى نواب يضربوا ضد مصالح الناس انتخبوهم، نواب تسكت على التعذيب، نواب تعطي ميزانية بالطريقة هذيك، نواب تسمح الأمنين باش يصوتوا، نواب تسامح فيما لا تملك، يعني تسامح في حقوق التوانسة اللي انتخبوهم، تعطيهم بسعسك براءة ليرضى الباجي قايد السبسي. فهي خيبة المسعى، فهم خانوا الأمانة بالمعنى النيابي. يعني أنا الزاوية اللي حبنا نغزر منها ديما هي صورة معناها زاوية مجلس النواب، لأنه مجلس النواب هو من يمثل الشعب، هو الوحيد اللي المفروض يحمي هذا الشعب ضد تغول البقية. باهي سي ياسين، لنفترض ونتمنى لك ذلك وكل ما يعجاني وأنك تم انتخابك. أول شيء الفترة هي نصف فترة أقل حتى. أحد المترشحين جالس في مكانك تبجح بكونه إذا تم انتخابه هو فسوف يوفر على نفسه 6 شهور إلى سنة في معرفة أركان البرلمان لأنه يعرفه، وهذا حسب ما فهمت من برنامج اللي معاه سي منار اسكندراني هو هذه الميزة الوحيدة اللي عنده في ترشحه لهذا المنصب. أنت شنو تنجم تعمل في هالعامين اللي مازالوا؟ ما نحبش نعلق على اللي قالوا. لا هذه سياسة هذه. لا لا مش أمر شخصي هذا. يعني الدستور اللي يضبط خدمة البرلماني موجودة. الثقافة البرلمانية تكونت بشوي شوي حتى عند التونسي العادي عبر المداولات اللي يصير في التلفزة والبث اللي يصير. القانون الداخلي للمجلس متوفر العموم وقريته، يعني ما طلبش الأمر باك بلوس ناف بس جي تعرف خدمة النائب. باهي. خلينا نحط الحاجة في إطارها. ثم الهدف القريب. نعم. والهدف المتوسط. تفضل. باهي. بالنسبة للهدف القريب، مع باش نقول لك عندي برنامج يدوخ، احنا ما عندناش الكلام هذا، احنا نكونوا واقعيين مع الناس. هو مقعد واحد في ظرف سياسي معين لفترة محددة. لن يغير تونس في على الأقل في الهدف القريب.
لو قلت العكس لما صدقك احد. لا انا اكون واضح مع الناس، ثم الناس تحترمني ونحترمهم، وانا احترم الناس واحترم المخاطبين. والصدق هو احسن طريق. نعم. واحترم المخاطبين. ثم ممارسات شفتها هنا في اوروبا، شفت العمل النيابي كيف يصير في اوروبا. واحده من الاهداف متاعي اني هالعمل طريقه العمل الاوروبيه هذه الاوكسيدنتال بالنسبه لكل ما هو عمل برلماني ندخلها لتونس، ندخلها لعدد تاع النائب. نعطيك مثال بسيط، تعرضت المشكلة هنا مع البريفكتور، عقدوا لي بعض الأمور وعلاش خاطر بلادي بعثت في فيش للبريفكتور. البريفكتور اللي يسمعوا فينا ما نجم نقارنوه بالولاية في تونس، الولاية ولكن المتخصصة في الأمن في لأنه في النظام الفرنسي عندهم الولاية الإدارية والسياسية كما الولاية بتاع تونس ولا بتاع رادس ولا غيره، وعندهم ولاية شرطة اللي تهتم بكل ما هي أحوال مدنية وأمور الشرطة. دقيت الباب على الديبوتي النائب تاع البلاصه نسكن فيها، قلت له يا سيد انت نائب شعب وانا مواطن صحيح ماني فرنساوي لكن نقيم في المنطقه اللي انت عليها، عندي مشكله مع الولايه تفضل حلي مشكلتي. ما راني الا بعد اسبوع جاني مراسله من عنده رسميه من نواب الشعب بعثها للولايه وقالها وجاوبني رد الولايه عاود بعثولي. فطريقه العمل هذه عجبتني برشا. طبعا قلت انا في الاول انا مهندس اعلامي كان نجمع لوتيل الاغريابل، علاش ما عندوش النائب اليوم موقع ويب كل مواطن تظلم الاداره ما عندي فريق بالطبيعه يخدم معايا يبعث وجيه المراسله وما تكونش بمنطق اكتاف ولا تدخلات، لا لا تحط على سيت ويب هذه المراسله تعدت الوزير الفلاني باه حاجه بسيطه هي وتكون في التريتورياليتي بتاعه تابع منطقته يعني. لا مش حتى لا حتى مش حتى بشرطي لانه النائب لما يوصل مجلس النواب هو نائب كل الشعب طبعا لما تكون نائب على لكن اولويه للي انتخبوك بالضبط اكيد. نعم. هذا ما فيش نقاش. باهي بالنسبه نزيد نكملك في الهدف القريب باش نحاول نرفع مساءله التنفيذي الى درجه غير مسبوقه لانه ثم تقصير كبير اليوم. الوزير يزلط، نواب الشعب اغلبهم على الاقل جزء كبير منهم لانهم في ائتلاف حكومي او لان وزير صاحبهم ولا لانهم يحبوش يغشوا مولى الوزير فيطفئوا الضوء. هذا غير مسموح. كلها توازنات اليوم. باهي هذا فاش يجي قوة مستقل. نعم. توازناتهم لا تعنيني. وثيقة قرطاج متاعهم لا تعنيني، يعني الدستور التونسي. ما عندكش إحساس وأنك مش تكون كيما دون كيخوتي يعني وطواحين الريح يعني لا وحدك لا 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 أنت لا لا يعني هاجم على لا مجموعة. لا لا لا. تفضل. القانون يعطيك الحق كنائب من حزب عنده 50 نائب ولا كنائب واحد. حتى شيء ما يمنعك أنك تاخذ ورقة وتسائل. تتحضر مسائل الحكومة وتصبها في إدارة المجلس بعد ما ينتهي الوزير وهو مطالب بالإجابة عليها. نعم. سنراقبهم. هذا المهم سيب على البطيخ وبدل باش المالي انتهى. باهي كيفاش أنت تسوق للحملة بتاعك لدى الناخبين في ألمانيا؟ تو نجيو خلينا نكمل لا خاطر مو الوقت. لا أنا مش حل معك. باهي خلينا نجز لك مالا خليهم الأهداف القصيرة مازال تو نجز لك الأهداف الطويلة. أعطيني الأهداف. الأهداف الطويلة 2019. نعم. تخيل نائب يوعد بأمور ويعملها. نائب ينتخبه الناس من غير ماكينات فقط انه خاطب ذكاء الناس مباشره. نعم. تصور انت نائب يحضر نسبه الحضور نتاعه مرتفعه جدا في المجلس. في 2019 لما تصير انتخابات في تونس الكل اللي عملوا برنامج وتقدموا به في 2014 باش يجيو 2019 يكتبوا في نفس الكذبه ويبرروا علاش ما نجحوش في وعودهم. هو في الحقيقه وصلوا لانه القواعد بتاعهم انتخبتهم. لا حتى ثم جزء النويو دور تاع القواعد ثم ناس برشا ناس صدقتهم. نعم. طيب في 2019 مش يجي يكذب. هاو ثم نائب وعد وأوفى. هاو ثم نائب احترم عقولنا. صار عندنا مرجعية مش كما بالضبط. نعم. بالضبط. مش كما الانتخابات حتى الأولى. نعم. حتى الشباب اللي نسبة العزوف تاعه على السياسة رهيبة اليوم خلى أهل بلاد السياسيين. المشكلة في تونس اليوم أنا كصحافي كملاحظ وأنه الشوانت بالعدد الشوانت رهيبة. يعني عندك الشانتي الاقتصادي، الشانتي الاجتماعي، الشانتي الصحي، يعني من فين مش تبدا؟ يعني هي السؤال الموجه للسياسي اليوم. طريق الألف خطوه يبدا بخطوه، احنا نحكي لك حاجه. نعم. 20 سنه التالي ابائنا قالوا الحكايه لازم 20 سنه باش تصلح. ايوه. ما عملوا شيء، وفقنا بعد 20 سنه اللي هما ما عملوا شيء ولازمنا 20 سنه اخرى، سيدي خاطر نبدا بخطوه احنا. يعني ريت البحيرة الكبيرة دي تتجمع من قطرات صغيرة صغيرة بالطبع صغيرة بالطبع. وإحنا من مبدأ أنك تعمل شوية حركة تشعل حتى شمعة صغيرة خير ما توقع سبت الظلام صباح وليل.
شنو اللي كان دافع نرجع وندور معليش سامحني لهذا الترشح؟ انت حسب ما قريت انا شخصيا في تدويناتك لانه احنا يعني في الفيسبوك مع بعض قريت وانك انت في الاول لما ترشحت وانك اللي سد الطريق لولد اب ولد بوه حافظ قايد السبسي وبعد سي حافظ قال راني ما اعلنتش انا ترشح ومانيش باش نترشح. يعني انت شنو وضعك في هذا؟ في الاول انت سيادتك كان برنامج وانت تحب تسكر على ولد بوه لانه يزي من محسوبيه. باي تفضل. ساعه ولد بوه كشخص ما عندي ما حتى مشكل. عارفين مش كشخص. مع ما يمثل. نعم احنا باي. سياسيين. باي. نعم. لما ترجع الفيديو الاولى عملت بيه ترشح. ايوه. اللي مشهور على الانترنت. صد الطريق على حافظ بما يمثل كان هدف من الاهداف. نعم. والحمد لله تحقق. لانه لو اقول ما كنتش ترشح لا اعلنوا على الترشح وجاء حتى لالمانيا جمع قبل ميوفا التسجيل وقابل الناس في المانيا ودار دورته واقنعه راشد غنوشي باش ما يترشحش بشق الانفس. هذه ليست تحليل هذه معلومات. لانه فهم اللي حتى اللي عمره ما انتخب وعلى اساس راشد غنوشي يقنعه؟ حساباتهم سياسيه حلفاء هذه امورهم الحزبيه ما تعنيناش به. حتى اللي عمره ما انتخب كان مستعد يهبط 900 كيلومتر وينتخب ضد حافظ قايد السبسي. وفاهم هذا. يعني هذا هدف له تحقق لكن في الفيديو اللي اعلن فيه الترشح لم يكن هذا الهدف، هذا هدف على اهميته وهدف تافه. قلت اني اتصور اني قادر نفيد، عندي ما نقدم للبلاد في المرحله هذه. البلاد مستحقه شباب، شباب فاهم، شباب بعيد على حسابات والتكتيكات نتاعهم الحزبيه الضيقه، شباب قادر يعطي المثل ويرجع الامل للناس في خدمه السياسه. احنا شعار الحمله حتى كان اسمه تونس تستحق مخير. يعني لما تشوف النواب ايش قاعد يصير والفضايح في كل القوانين اللي تعدات ونسب الحضور والحضور لين النواب في الغرب النواب يعرفوهم بالمشاريع القوانين احنا نعرفوهم بالفضايح هذا نتاع سكايب هذا نتاع البيسين هذا نتاع ندرا شنو. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لما شفت معلومه على كونها يعني بسيطه جدا في ديفيران سينيفيون لكن تبسمت في داخلي لما قريت انه الامبرياج تاع كهرباء خلاها بيك وما نجمتش تعمل اجتماع. علاش تبسمت؟ لانه من بعض المعارضين ياسين العياري يلعبها وهو في الحقيقة حمد بن جاسم قال ثاني مول له الحملة وهو تصاور وهو كذا. فقلت لو كان حمد بن جاسم مول الحملة راهو الرجل يحوس في جاكوار واللي يحوس في رولز رويس مش في كرهب الامبرياج تاعها تاع حمبان. تعرف المحزن أكثر تو هي اللي الحكاية اللي خرجت تصاور هذوكم هي جريدة هزلية مركبة تصاور وقاتلة مركبتهم في نفس الموقع. سنتي ما تعرفوش الرجل. مين نعرفه يا رجل؟ جاب كليمة. جميل جميل هذاك اللي مازال. تعرف ما يحزنني فعلا؟ انه ثم مترشحين يستعملوا فيها جد عليهم. اي. المزعجني انه انت يعني جريده هزليه تكتب لك انها هزليه وتستعمل المعلومه جد عليك، هل عندك المستوى فعلا باش تكون نائب شعب؟ يعني محزنني ما نحبش ندخل نحكي على شكون المترشحين، لكن لما مترشح ويحب ياخذ مسؤول مجلس الشعب ويصدق حكايه كما هذه وهي راه الجريده كاتبه ان جريده هزليه وراه الصوره مركبه معنا في نفس الخبر ويصدق ويتعامل معها كمعطى، هذا مؤسف. انا نحب احقاقا للحق نقول حاجه وانه هناك ردود فعليه ردود فعل عفوا شعبيه كبيره ياسر لانه تجيني كثير الاتصالات وفي الاسبوع اللي فات جاتني اتصالات كثيره يا اخي وينو ياسين العياري علاش ما استدعيتوناش ياسين العياري؟ قلت لهم في قلبي انا ياسين العياري كلمته قبل ما نكلم اي شخص ثاني وقبل ما نعدي الضيف سي منار اسكندراني هو اول واحد لكن الظروف شاءت وانك انت تيجي فيما بعد فيعني عندك السؤال اللي عندك شعبيه. هل في الاجتماعات اللي بديت تقوم بها للحمله حسيت بهذا الالتفاف حول شخصك وحول مشروعك؟ حملات اعتذر منك وخرت انا في اللقاء لاني كما قلت لك وقتها نخدم 5 أيام في الجمعه ما ياخذ سويعه زايده باش نجم نمول الحمله وفي الويكاند للديبلاسمون. ما هو باش المشاهدين ما يلوموش عليا يقولوا لي هي معقول معقول باهي فذاك كان الوقت صعب. نعم باهي. بالنسبه للحمله هي تبدا بعد غدو رسميا رسميا. نعم اللي عملناه قبل ما كانش في اطار حمله انتخابيه، كنا نمشيو نلوجوا على زيارة خاطر احنا ما عندناش ماكينه. نعم نشوفوا شكون متطوع يحب يكون منسق الحمله فاحنا نختاروا في منسقين الحمله وننظموا فيهم. يعني ما كانش اجتماعات شعبيه لكن اجتماعات مع الناس لكن حتى لكن فما ردود فعل باهي بالنسبه لردود الفعل. نعم الحمد لله الحمد لله. العرض نظيف والله ما وطأت مكانا الا واخذت بالاحضان الحمد لله والله بيتوني في ديارهم. نحكي لك طرفة. كثر خير الناس نحكي لك طرفة. ثم شكون جا استقبلني وحكينا في هامبورغ ما قريب شفت تتعشى بحذا يا ولدي فك علينا هزني نتعشى بحذا قال لي لقيت على الفيسبوك اللي تحب الملوخيه ومرتي من العشيه طيب الملوخيه
يعني بشوف حديث كما هكا وقت تحت كهرباء امبال عمري اثر يعني اللي حب يعطينا كهربته شرحوا بها اللي بشي بيتنا اللي ما عندكمش فلوس ان ناخذ نقص لكم موتيل اللي يعني والله شعب به الحمد لله شعب به شعب ممتاز انا متفائل اذا شنو اللي خلانا نوصل للوضع اللي فيه تونس اليوم وفما نقطه ما نجموش نفوتوها فما انحلال اخلاقي فما تدهور امني فما يعني مشكل الاقتصاد راه ولا البطاله ولا فما هذه المشاكل الاجتماعيه الحقيقيه وشنو حلول مثلا ايش مقترحاتك لهذه الامور لا الانحلال الموجود وواقع ونشوفه فيه لكن انا اعتقد انا من جماعه اللي تفسر كل شيء بالاقتصادي لما الناس تجوع تتعب تخاف معاش المستقبل غير واضح فهذا ينعكس على طبيعتها ويخرج فيها طبيعه التوحش يعني الكل تنسد الرؤى معاش فما ولما يفقد الامل نعم. الواحد معاش يقول له يخدم ولا يخدم معاش يقول له زيد قداش المستشار اليوم قال لي جراية تاع نوفمبر ممكن ما تصبش يعني في مناخ الخوف والانسيكوريتي والانسيرتيتود والناس مش عارفه دي روبير والرئيس عمره 91 سنه يشوف يحضر شوف ليه نجم يخدم ساعتين في النهار الاحزاب تتضارب يوسف الشادي نحيه ويخليه فالسونتيمون هذايا يخلي ثم حتى شكون دون كي روبير موغابي تاعه قال فرحنا خاطر توا ولا رئيس تونس واكبر يعني شيف ديتا اكبر رئيس في العالم في السن يعني بزيد نرجع لك نتفكر انت اول الثوره اش كان الشعار اللي ما عندهش يهز بلاش وخرج احسن ما ثم في الشعب التونسي صحيح وشفنا الناس التوانسه ما عندهاش بعثت الحليب من ولادنا ولجان حمايه الثوره في الاحياء بعثت الراس جديد واللي يقول واليوم يبركيو كل عام كانوا يحميو في المواطنين علاش لانه كي ثم امل الامل اللي خرج احسن ما ثم في البشر ثم حلم كبير لما يفقد الامل بالضبط وهذوما يحبوا يحيوا الامل طريقة تصرفهم بالقوانين اللي عملوا فيها بالبوليسية اللي سيبوها علينا بالاقتصاد الخايخ اللي عملوه سؤال قبل الأخير كيفاش ترى تشبيب الطبقة السياسية سياسيين في تونس أنا مثلا بعد نعطي محاضرات وذهلت في جورجيا أصغر وزير 24 سنة وأكبر وزير سنا ورئيس الحكومة 36 سنة ونحن رئيس الدولة ربي يطول في عمره 91 أو 92 وكلهم يعني معناه نادي الشيوخ كلوب دي سينيور كيفاش تشبيب الحياة السياسية هذا واحد من الأهداف اللي معمولة للحملة هذه نعم نحب نوريه للشباب انه ممكن انك لما تكون صادق مع الناس تخدم مش كنهار الانتخابات جيت وري في روحك لا تخدم وتحاول تدفع الثمن وتنجم توصل من غير ماكينة ممكن الناس اذكياء فقط خاطب بصدق واخلاص بالضبط خاطب عقولهم دير وش عليهم خاطبهم مباشرة الخطاب يوصل لما هذا من الأهداف تاع 2019 نحلوا الباب لتجبيب الطبقة السياسية خلي الشباب يثق في روحه لأنه اليوم تجي تقول له خي الناس فرق الفلوس الناس عندها ماكينة الناس تدور على الجوامع الناس تدور مدري شنو اللي خلي ايوا انا كيفاش نخلط شكون باش يسمعني واحدة من الأهداف علاش حملة اسمها القائمة اسمها أمل نحب نعطيو أمل للشباب يا سيدي هاو نمد لك يدي غدوة نوصل ونمد لك يدي ونطلعوا الشباب خلينا نفكوها فكا تونس خير اللي تخدم عليها تونس تستحق ما خير تستحق ما خير والناس كل ما فماش واحد ظهر لي عاقل ما يحبش وأنه تونس تستحق ما خير شنية الحلول بالنسبة للبطالة بكل سرعة يعني ولو أنه الديبوتي مش هو اللي مشرف لكن في حركة سياسية وفي يعني إرادة تغيير لازم يكون عندك يعني أفكار شنية أفكارك في حل مشاكل البطالة أفكارك في حل المعضلة الاقتصادية وكذلك في نقطتين وهذا من الأسئلة الأخيرة السياسة الخارجية التونسية التي هي منعدمة وتكاد تكون منعدمة موقف تونس من القضايا الأساسية مثل فلسطين أو القضايا في العالم العربي هل ممكن بعجالة تعطينا تلخيص لكل هذا؟ تونس كما واحد أصلع ولحته كبيرة غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع مش كل تونس راح يترتب الاولويات الصوره هذه يعني فرطاس ولحيته كبيره الشعر موجود لكن موزع بالغلط لما تشوف انت اليوم اللي وردات الفلاحه فاتت وردات السياحه وتشوف قداش يصرفوا ما برك ما يحكيش على الفلوس للسياحه والفلاحه تفهم اللي ثم اختلال وهذا مفهوم علاش لان الناس اللي تحكم توا عايشه بعقليه عام 70 عام 60 عام 50 مش مواكبه عصرها اليوم الانفستيسمون الماء اغلى من البترول بعد 10 سنين الانفستيسمون في الفلاحة هو مفتاح دولتنا واللي ما فهمش هذا وقاعد يصرف على السياحة هاي الصابات اللي ربي عاطيها لنا صابة الزيتون وهذا بالجهد الأدنى والتمور يعني بالجهد الأدنى بالجهد نعم. الأدنى نعم. يعني ماهوش في استراتيجية الدولة وزارة الفلاحة يعطيها سمير بالطيب يعني مع احترامي ليه لكن ماهوش الشخص الأكفأ في الحكومة يعني خذ وزارة يعني نشتكي من الكفاءات مستقبل البلاد تونس في الفلاحة بالنسبة للسيادة الوطنية خذوا علي عهدا سيدي
لو كان وسط البرلمان وسفير فرنسا ما زال يستبيح تونس كما يفعل حسب عزبة السيد الوالد، سأسائله وسأسائل وزير الخارجية وسأراس وزارة الخارجية الفرنسية لهنا، ثم أعرف دبلوماسية وثم سيادة متاع الدول. لما يكون نائب شعب وهنا عندي السلطة أنا في سامحني في فترة معينة فكرت نائب تونسي هو المقيم العام ويتصرف كالمقيم العام وما لقى حد يقول له يا سيد احترم نفسك. تتخيل لو السفير التونسي يقوم بنفس الشيء في فرنسا تصير ماذا ممكن أن تفعله كتدخل إذا تم انتخابك بالنسبة لانتهاكات الحرية وحقوق الإنسان للتعذيب؟ أريد أن أعرف ماذا يمكن أن تفعل. القضية الأقرب لي طول مشواري أنا أنا رقم لا يمكن أن تتغاضى عن هذا. رقم الهاتف متاعي منشور على الفيسبوك من زمان عمري ما نحيته. أتعهد أنه لو يكلموني يقول لي ثم موقوف رفض أنه محاميه يجيه أنا نجي حتى لو تصبح. أنا كنت أفعل هذا مما أمور مشابهة بدون مسؤول بدون أن أكون نائب شعب. هذه القضية مهمة جدا. سأزور سجن المرنقية وين كنت في الحبس. نعم. وزير العدل اللي هو وزير العدل كان وزير الدفاع وقت تجنت يعني اعتربتني به علاقة غازي جريبي علاقة يحبني برشا. فسألت له بموضوع السجن المرنقية لأني كنت شاهد عيان وشفت عندك علم بالتجاوزات كنت خاطئ. نعم. ورأيت أمور مش والله كنت غادي والله يعني. رأيت أمور نعم. عيب في تونس بعد الثورة تصير شيء ذاك عيب معناه لا وثم حكيت ما نمش نحكيها لأنه صدقك حد تقولك مستحيش رديتنا. السؤال الأخير إن كانت لديك رسالة للناخبين فماذا تفضل عندك اللونتان وشنو تحب تقول للناخبين؟ كلمة واحدة تونس تستحق ما خير فعلا. بارك الله فيك ونحن نتمنى لك كل الخير. عايشك. شكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا بك يا سي العياري. مرحبا. شكرا.